ما أخبار توزيع الماء أيها الوزير؟ كما يحب مولانا ويرضى. الناس، وهل الناس راضون عن موقفنا معهم؟ يشكرون ويحمدون مولانا لتأمين مياه الشرب لهم. الحمد لله. مولاي، هذا كذب وغش وخداع. من أنت؟ كيف ظهرت وكيف جئت؟ لا سلام ولا احترام. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعوذ بالله منك أيها الشيطان الرجيم. أنا إنسان، نعم أنا مثلكم إنسان، ولست من العفاريت والجن. إنه سجينا يا مولاي، أودعته في السجن منذ قليل. نعم يا مولاي، لقد منعوني من المثول بين يديك. كاذب أشر، وها أنت الآن بين يدي. ماذا تريد ولأي غرض أتيت؟ أرجو حلمك وسعة صدرك يا مولاي. في الحقيقة ما سأقوله جد خطير عليك وعلى شعبك الفقير بسبب خيانة ذاك المحتسب وهذا الوزير. تأدب أيها الرجل، ولا تهرف فيما لا تعرف، ولا تدعي إلا بالبينة. لو طلبت دفاتر المحتسب لحصلت على عين البينة يا مولاي. دفاتر ماذا أيها الرجل؟ دفاتر جمع المال لقاء بيع الناس الماء. ماذا أسمع أيها الوزير الهمام؟ أنبيع الماء للناس أم نوزعه بالمجان؟ بدأنا بتوزيع الماء بالمجان يا مولاي، ولما استطالت الأزمة وطالت وجفت الآبار ونقص من الماء المعيار، اضطررنا يا مولاي لحفر آبار جديدة في أماكن متفرقة وبعيدة، وارتفعت التكاليف وتزايدت المصاريف. كذلك احتجنا إلى كذا حمار نحمل عليه الأسفار لننقل في الجرار الماء من وإلى الآبار. كان لا يمر يوما إلا ويمرض حمار أو يجرب أو يكسر بعض الفخار أو يعطب. وهكذا رأينا أن نقيم فاخورة تعوض الكسر والعطب. كذلك أقمنا بمارستان لأمراض الحيوان ومعالجة الجرب. ولما ضاقت الخزنة بالتكاليف فرض بعض المال على المنتفعين لتغطية المصاريف. هذا كل ما في الأمر، ولمولانا النهي والأمر. ولهذا كان لابد من مسك دفاتر وحسابات لجمع وطرح المصارف والواردات. بالطبع يا مولاي، وكذلك لا تنسى يا سيدي أن البيمارستان بحاجة إلى طبيب فهمان في أمراض الحيوان، وهو يحتاج إلى راتب في كل شهر واجب. أما الفاخوري، كفى يا سبحان الله، لقد أمرنا بتوزيع الماء على المحتاجين فانقلب الأمر إلى مؤسسة وموظفين. أما أنت، هل في جعبتك مزيد من النوائب؟ إنما سمعت يا مولاي، لا هو من أهون المصائب. إن لله وإن إليه لراجعون. هات يسمعنا وترأف بنا وأصدقنا. خفي الألطاف، نجينا مما نخاف، وإذا ما ظهر السبب بطل العجب. وأنت أيها الوزير، أنت السبب، وكذا عاملك المحتسب. نحن يا ملك الزمان؟ نعم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنتم بدلتم وغيرتم وصرختم بل وأهملتم. نحن يا ملك الزمان
كان مقصدنا. أيها الحارس، أمر مولاي. خذ هذين الشقيين إلى السجن، وصادر أموالهم وكل ممتلكاتهم، وأعيدوها للناس، فهم أحق بها. مولاي والآن ما الرأي عندك أيها الرجل الطيب؟ يا مولانا، ترسل من يهتم بالأرض، ينظف نبع الماء وتمنع تلوث الهواء. الخراب والدمار بسيط، ولكن الإعمار وعودة جريان الأنهار بالتأكيد يتطلب لأكثر من ليلة ونهار. صدقت أيها الرجل الطيب. إن الأمور عائدة إلى سابق عهدها بإذن الله، إذا ما اهتممت شخصيا بها يا مولاي. وسحرون ماذا سنفعل به؟ أما سحرون هذا يا مولاي، فأظن أن قدري أن أواجهه وحدي، هكذا قيل لي. ومن قال لك ذلك؟ لا عليك يا سيدي، لا عليك، فإنه مصيري وحظي التعس. من زليخة إلى سحرون سأمضي ما بقي لي من السنون. وكيف لي أن أساعدك أيها الرجل الطيب؟ فلا شك أنك بحاجة إلى سلاح أو إلى مال أو إلى حفنة تراب. حفنة تراب؟ حقا ما تقول؟ على هذا لابد فركوش عائد لزوجته بدروس تعلمها له ولها. يا ويلي ويا سواد ليلي، يا ويلي ويا سواد ليلي، لقد هجرني زوجي، فلا أنا متزوجة ولا مطلقة، بل هكذا معلقة بين السماء والأرض. زليخة. زليخة، نعم ابنته. بالله عليك، ماذا فعلت من أجلي؟ هدئي من روعك يا ابنتي، هدئي من روعك، فإن الحلول في أوانها ستأتي. ومتى يؤون الأوان؟ كلا، سأطلب الطلاق من القاضي. كلام فاضي، سيعود زوجك قريبا إذا ما أصلحت نفسك. حقا؟ وهل أخبرك هو بذلك؟ لا، أنا أعدك بذلك إذا اعتدلت بطباعك وأحوالك. أرجوك يا أبي، لقد ضاقت علي نفسي، وبالحقيقة لقد اشتقت إلى زوجي. هذه بشرى جميلة يا ابنتي، جميلة جميلة. لذا عليك أن تهذبي نفسك وتصبري على أمرك وتنتظري عودة زوجك. يا أنسة عفرونة، أنت ماذا تقولين؟ لابد أنك تمزحين. هل حفنة التراب هذه ستحل المشكلة؟ نفذ ما قلته لك وسترى بنفسك. أراك مترددا، بل خائفا أكثر من اللازم، بينما من قبل كنت متحمسا أكثر من اللازم. فعلا الحقيقة ما تقولين، لا إله إلا الله. تشجع واتكل على الله، فرصد سحرون سينتهي على يديك بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. يا إلهي، ما أسهل صراخ زوجتي وما أهون عذاباتها تجاه ملاقاة سحرون. نفذ ما قلته لك بالحرف الواحد. حاضر. أنا لا أستطيع أن أحملك إلى قصر سحرون. ماذا؟ وهل سأذهب سباحة؟ طبعا لا، فهذا غير ممكن. إذن ما أقوله هو أنني لا أستطيع الذهاب معك إلى قصر سحرون، وليس عدم قدرة إيصالك إلى هنا. الآن فهمت، ولكن لماذا؟ لأنه يراني كما تراني أنت تماما. إذن أنا وهو من عجلة واحدة. لا تكن سخيفا، فأنت رمز الخير وهو رمز الشر في الحكاية كما ذكرت لك،
أما أنا فلا وجود لي إلا ضمن هذه الحكاية. عفوا يا أنسة عفونا، بالحقيقة لازلت لا أفهم. ولا داعي لأن تفهم، المهم أن تسرح بالوقوف تماما مكان ظهورك في القصر سحرون حتى تنتهي منه. هذا إذا انتهيت. ولا تنسى أن تحضر نبتة من داخل القصر في أثناء عودتك. نبتة؟ نبتة ماذا؟ نبتة تراها داخل القصر، تحضر قليلا منها أثناء عودتك. أثناء عودتي؟ هذا إذا عدت يا عفرونة. ستعود، وستعود إلى أهلك قريبا بإذن الله، فنهاية الحكاية لابد سعيدة. سأعود إلى زوجة زليخة وتقول لي نهاية سعيدة. هذه نبتة ستشفي ابنة الوالي من دوائك الفاشل، وكذلك زوجتك. كيف؟ يعني هل سيأكلانها؟ طبعا لا، تدهن وجه المصاب بمنقوعها فيشفى بإذن الله. أنا فهمت. إذن لهذا أنت تصرين على الذهاب إلى سحروني هذا. والآن أستودعك الله، ولا تنسى ما قلته لك، نفذه بالحرف الواحد. نبتة ولو صغيرة من قصر سحرين. لا تخاف. من أنت؟ ومن أين جئت؟ وكيف دخلت؟ أنا رسول الملك شكرون إليك يا سحرون. تلقب شكرون ملكا وتنزع عني صفة ملوكية الأزلية، إما أنك أحمق أو أنك جئت تطلب الموت لنفسك. في الحقيقة يا سحرون، ما أنا إلا رسول سلام. السلام عليكم. ملكا كنت أم عبدا؟ محقا كنت أم معتديا؟ كلامك أكبر من حجمك أيها المخلوق التعس. لا يا سحرون، لا تؤخذ الأشياء بأحجامها بل بأفعالها. إلا ماذا في جعبتك من أحابيل؟ بل ما هي قدرتك الخارقة حتى تتفوه بمثل هذا الكلام؟ في جعبة الخير، الخير كل الخير لكم ولشعب شكرون، وقدرتي ستراها إذا لم أتمكن من إقناعكم بالعدول عن مخططاتكم لهضم أرض شكرون واستعباد شعبه المسالم لكم. إن شكرون وشعبه لا يستحقون هذه الجزيرة، فأوساخهم ترمى عشوائيا فيها، ومياههم غارت بالأرض هربا من إهمالهم لها. أما هواؤهم، إنه أنتم يا سحرون من أوحى لهم بذلك. كلامك هذا لا يجدي نفعا، فقد خططنا ورسمنا، ومنذ أقدم العصور وعدنا بأن جزيرة شكرون هي لنا. ولكن ألا ترى حلا ينصفنا وينصفكم بعيدا عن القتل والعنف والدمار لكلينا؟ تتحدث وكأنكم تملكون قوة أو رصد، أو أنكم على الأقل توازوننا في جبروتنا. ها، ربما. ولا تستهن بأمرنا يا سحرون، ما أنتم إلا شعب ضعيف متخاذل متفرق الكلمة، ينهش بعضكم بعضا. فعلى أي أساس نعاملكم؟ تتكلم كالواثق من نفسك يا سحرون، وأنت لا تعرف مدى قوتك من ضعفك. هي لغتنا، فإن كان لديك شيئا منها فأظهرها. خذها يا سحرون، هي لك. السلام عليكم.